ومربع. يابا اول مره اشوف عمود مربع ومدلع. انا اعرف انهم مدورين على طول. ربنا يهديك يا قلبي. قلبي معاك يا ام علي. ربنا يخليك يا اوسه. ها يا جماعه ايه الاخبار؟ لقيتوا علي يا ام علي ولا اجر لكم نادي؟ منادي ايه يا جمعه ده كلام؟ انا اعرف نادي صوته حلو قوي. وانا اعمل له شريط؟ لقيناه يا عم جمعه الحمد لله. طب يا جماعه الحمد لله. امال زعلانه ليه بقى يا ام علي؟ اصل لسه في شويه مشاكل. وبتغمزي ايه؟ بس ايه الحكايه يا جماعه؟ علي فين؟ علي في مصر يا سامي. في مصر بيعمل ايه؟ معقول اللي حصل ده علي؟ زي ما قلت لك كده حسن. ده تخطيط كبير قوي يا صاحبي. ده زي اللي عايز يضرب عصفورين بحجر. عارف لو كان عمرو بره السجن برضه ما كنتش هصدق ان هو عمل كده، لان من مصلحته ان هو يحبسني انا مش مديحه. عارف الحكايه دي حصلت امتى علي؟ في الفترة اللي السواق بتاعك خد اللفة وراح يسلمها لسكرتيرية مديحة. قصدك يعني السواق بتاعي يعمل كده؟ لا 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 لا، أنا واثق في السواق ده جدا، ده أنا أعرف أهله كمان. أهله إيه يا علي وإحنا هننسبه؟ الفلوس دلوقتي يا صاحبي بتعمل القلب والضمير. برضه عندك حق. طب ليه ما فكرتش في سكرتيرية مديحة؟ أهي دي بقى بالذات أكتر واحدة يتشك فيها. بس أنا حاسس بقى إن الموضوع ده أكبر من كده بكتير. يبقى أكيد في حد مقبض البنت دي ومسلطها عليك أنت ومديحة. بس دي تهمة كبيرة قوي على مديحة يا حسن. وعشان كده علي انا عايزك تهدى بالله كده وتستأنى، وبلاش تاخدك الشهامه بكره في التحقيقات وتعترف على نفسك ان انت اللي مسؤول عن الهدايا دي. يعني اسيب مديحه تخش السجن؟ لا ما يصحش طبعا، خش انت احسن. لا لا يا حسن، انا لازم اطلع مديحه من العمليه دي. انت ما تعرفش انا بحبها قد ايه، دي جمايلها عليا كتير قوي. طب والمحامي قال لك ايه؟ قال لي نفس كلامك، بس انا بقى هعمل اللي مليه عليا ضميري. استناني في الباركينج دلوقتي. صباح الخير. صباح النور. خش. جاي المرة دي بدري قوي كده ليه؟ بدري قوي؟ ده انا كنت عايز اجيلك من الفجر، ده انا ما نمتش طول الليل من فرحتي. خير؟ ايه اللي حصل؟ انتي ما قريتيش جرايد النهارده ولا ايه؟ انا لسه صاحية من النوم. مش الفار وقع في المصيدة؟ بجد؟ مديحة اتقبض عليها؟ وقريب قوي صاحبك هيحصلها. برافو عليك يا زيكو. برافو عليك يا زيكو. سادة كده؟ ليه بقى؟ ما انت لسه واخد مني فلوس. ايوه بس ده كان عربون. وانا لسه ما شفتش حاجة. ما شفتش حاجة ايه يا مدام؟ امال انا بقول ايه من الصبح؟ انا اللي يهمني النتيجة. النتيجة؟ مش فاهم حضرتك قصدك ايه يعني؟ ما انا بقول لحضرتك ان النتيجة مكتوبة في جرايد النهاردة. جرايد يا زيكو؟ انت عاوزني اخد بكلام الجرايد ولا ايه؟ مش لسه في تحقيق والتحقيق ما خلصش. أنا بقى اللي يخصني إن المحكمة تحكم عليها وعليه بالسجن. ساعتها بس النار اللي قايدة في قلبي هتبرد وتفش. آه، والنار بقى اللي في قلب حضرتك دي يعني عايزة أما تطفي مصر كلها عشان تطفيها ولا إيه؟ بقول لك إيه يا مدام سوزي؟ أنا حاسس كده إن حضرتك يعني لا مؤاخذة بتحمرقي. إيه الألفاظ العجيبة اللي أنت بتقولها لي دي؟ يعني إيه تحمرقي دي؟ بتحمرقي دي حضرتك يعني بتلحسي كلامك،